بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة لما عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع هام جدا. الموضوع الأول اللي هتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة هو خاص بكيفية أن أنت تختار أفضل نادي من الناحية الإدارية في مصر، أفضل نادي من الناحية الإدارية في مصر أو في أي حتة في العالم، أي نادي في العالم. لما تيجي تختار أفضل نادي من الناحية الإدارية في مصر، بما أننا موجودين، لازم تحط معايير معينة يجب أن يتم من خلالها الكلام عن أن ده أفضل نادي في مصر من الناحية الإدارية. إيه هي المعايير اللي يجب أن يتم وضعها علشان تقول أن النادي الأهلي مثلا هو أفضل نادي في مصر؟ إحنا بنطلع نقول أن النادي الأهلي هو أفضل نادي من الناحية الإدارية. إحنا لما بنيجي نطلع نتكلم مع حضراتكم دايما بنتكلم بمعايير وبأسلوب معين، علشان إحنا عارفين أن جمهورنا جمهور واعي جدا وعارف جدا أن إحنا لما بنتكلم بنتكلم بمنتهى الدقة وبمنتهى الاحترام في نفس الوقت. فالحقيقة أن أنت تتكلم وتقول أن النادي الأهلي هو الأفضل إداريا في مصر، ده كلام صحيح 100%. ليه صحيح 100%؟ عشان المعايير اللي هقولها لحضراتكم. أول معيار الإنجازات اللي عملها مجلس إدارة النادي خلال مدة توليه، أو منذ أن بدأ مجلس الإدارة أن يكون متواجدا في النادي لغاية لما بتنتهي مدته. الإنجازات اللي اتعملت إيه؟ من الناحية الرياضية، من الناحية الإنشائية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الثقافية، من الناحية الاجتماعية، من كل النواحي، من الناحية الرياضية طبعا. فبالتالي لما تيجي تبص على الموضوع كله تعرف أن النادي الأهلي هو النادي الأفضل إداريا في مصر. ليه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ أو ليه بنختار دائما النادي الأهلي؟ ومش أنا لوحدي الحقيقة، ولكن معظم الناس لما بتيجي تختار، أو معظم الإعلاميين والمعلقين لما بيجوا يختاروا بيختاروا النادي الأهلي. ليه؟ لأن الإنجازات بتقول إيه؟ خلينا نتكلم عن كرة القدم وهي الأقرب لقلوب كل الجماهير. كرة القدم النادي الأهلي رقم واحد، خد بطولتين أفريقيا في 5-6 شهور. النادي الأهلي خد الدوري، النادي الأهلي خد الكاس، النادي الأهلي خد بطولة أفريقيا مرتين، النادي الأهلي خد السوبر الأفريقي، النادي العام الماضي يعني، النادي الأهلي كسب السوبر المحلي، وبالتالي يبقى النادي الأهلي هو النادي الأفضل من الناحية الرياضية ومن الناحية الإدارية في نفس الوقت.